لسه انا شفتها دي ماركتي دي مش عارف. مش سهل. انا بعد إطلاق أول عطر يحمل اسمه، كشف الفنان المصري عمرو دياب عن تدشين خط أزياء جديد يحمل اسمه وعلامته تجارية ستكون 34. أعلن عمرو دياب أنه سيظهر بأزياء ماركته في حفلاته القادمة التي رجح أنها ستواكب تطلعات الشباب وستنافس الموضة العالمية على مستوى التصميم والأسعار. في مرحلة تطوير الأزياء تم الاعتماد على أنسجة مستوردة من شمال إيطاليا لتماثل نعومة وجودة المنتجات العالمية في عالم الأزياء. تم استخدام التيتانيوم من اليابان كمادة أساسية في تصنيع النظارات الشمسية لتوفير النظارات الأخف وزناً في العالم، وسوف يتم استخدام مواد خام تضاهي وتماثل كبرى العلامات التجارية، وسيتم صنع جزء كبير من أزياء عمرو دياب في مصر.